وبركاته. حلقة جديدة من حلقاتنا في مادة التاريخ، ثانية بكالوريا بشقيه الأدب والعلوم الإنسانية. وحلقة اليوم عن المغرب تحت نظام الحماية والمقاومة المسلحة. لكل فعل رد فعل معاكس، ورد الفعل هنا في تاريخ المغرب المعاصر هو توقيع المولى عبد الحفيظ لمعاهدة الحماية في 30 مارس 1912 مع سفير فرنسا رينو بفاس. وكان هذا الفعل سيلاقيه لا محالة، وبالضرورة رد فعل أقوى وشرس هو المقاومة المسلحة. لذلك يعني من أجل تسهيل مأمورية المتعلمين وبطريقة بسيطة جدا، أن هذه المقاومة سياقها التاريخي ما بين 1912-1934، وكانت كرد فعل تجاه الاحتلال أو تجاه الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب. كما تلاحظون أنني رسمت عدد 9، ورقم 9 يدل على المعارك التي خاضها المقاومة أو خاضتها المقاومة المسلحة المغربية خلال هذه الفترة 1912-1934، قبل أن ننتقل إلى مرحلة الإصلاحات في حصة ثانية. إذن هذا العدد 9 يشكل خطاطة عامة للمقاومة المسلحة بالمغرب، يعني من الـ الأسفل معركة سيدي بوعثمان شتنبر 1912، قاد هذه المعركة أحمد الهيبة والمربي هربو. ثم المعركة الثانية معركة الهري 13 نوفمبر 1914، وقادها محا وحمو الزياني. ثم معركة تغزوت يونيو 1916، سيدي رحو. ثم معركة إقلافن فبراير 1917، مربي هربو. ثم معركة القوس يوليوز 1919، عسو وبسلام. ثم معركة دار نقريش يناير 1920، محمد أمزيان. ثم معركة أنوال 21، وهي المعركة الشهيرة 21 يوليوز 1921، قادها المناضل الكبير محمد بن عبد الكريم الخطابي. ثم معركة بوغافر فبراير 1933، قادها بوعلي وزيد أحمد. ثم أخيرا معركة أيت عبد الله سنة 1934، قادها عبد الله زكور. كما تلاحظون هي فقط 9 معارك لخصناها في عدد 9، تبدأ من سنة 1912 ثم تصعد إلى أن نصل إلى سنة 1934. للتذكير بأن هذه المقاومة كانت مقاومة عبارة عن أن القبائل هي التي اتخذت فكرة المقاومة يعني بطرق تقليدية جدا في مواجهة الجيش الفرنسي والإسباني بأسلحة ونظام عسكري جيد ومحكم، وكذلك بترسانة عسكرية قوية، يعني استطاعت أن تقضي على بسالة المقاومة المغربية. أمر ثاني أن هذه المقاومة انطلقت كما تلاحظون من قبائل الجنوب والصحراء مع أحمد الهيبة، ثم قبائل الأطلس المتوسط مع سيدي رحو ومحمد حمو الزياني، وكذلك قبائل الأطلس الكبير والصغير مع عسو وبسلام وبوعلي وزيد أحمد. ثم كذلك قبائل الريف وجبالة مع محمد أمزيان ومحمد بن عبد الكريم الخطابي. يعني أن هذه المقاومة من الناحية العسكرية لا يمكن مقارنتها نظرا للوسائل التقليدية، و إذا لم أقل أنها كانت بالمقارنة مع القوات الفرنسية الأكثر تنظيما والقوات الأسبانية الأكثر تنظيما، فإن هذه المقاومة كانت عفوية وتلقائية، وبالتالي يعني لا مجال كان يمكن السيطرة عليها في غالب الأحيان رغم بسالة هذه المقاومة ورغم الانتصارات التي حققتها وكبدت المقاوم الفرنسي والإسباني وكبدت
المستعمر عفوا الفرنسي والإسباني خسائر فادحة في الأرواح وفي العتاب. إذن هذه هي المقاومة بشكل بسيط جدا، أننا نكتب رقم 9 ثم بعد ذلك نكتب هذه المعارك بشكل تصاعدي إلى أن نصل إلى سنة 1934. إذن كما تلاحظون في هذا البورتري الذي رسمت حول من الوجوه المعروفة في المقاومة المسلحة المغربية محا وحمو الزياني، هذا المقاوم ولد سنة 1877 بالأطلس المتوسط، قائد قبائل زيان بالأطلس المتوسط، تزعم المقاومة المسلحة بالأطلس المتوسط، وهزم القوات الفرنسية في معركة الهري قرب مدينة خنيفرة، واستشهد سنة 1921. يعني أن هناك العديد من الوجوه المقاومة المغربية التي دفعت بالغالي والنفيس من أجل الوطن ومن أجل المغرب حتى ترفع راية الاستقلال سنة 1956. بقضاء فرنسا وإسبانيا على المقاومة المسلحة بإمكانياتهما الضخمة وبترسانتهما العسكرية القوية، ستدشن مرحلة جديدة من مرحلة الإصلاحات، وهي التي سنتعرف عليها في الحلقة القادمة. لا تنسوا دعمنا في هذه القناة الثقافية والمعرفية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.